ثلاثي وسط الملعب الاثنين اللي الارتكاز بيلعبوا كرتهم سليمه. يعني انا نادرا النهارده في المباراه اهو معانا على الشاشه ادي الوقت دي، ده الضغط العالي. بص بص الوداد بيلعب هيجي ضغط عالي منين؟ الوقت ده بيلعب عادي عندك، بتلعب بكل اريحيه ما عندكش مشكله جدا، بتلعب على اثنين السنتر باك والسنتر باك، وبعد كده بتلعب مع الشناوي بيبقى في باك من الباكين فاضي لو اللعيبه بتلعب في نص ملعب كتير، لو الباكين ممسوكين بتلعب على لعيب نص ملعب، لو لعيب نص ملعب ممسوك وبيتلعب عليه ضغط عالي بتتلعب لحد زياده في نص الملعب اذا كان راس الحربه مروان او اذا كان قفشه او واحد من الوينجين. فدي حاجه من الحاجات الكويسه انك تبقى مرتب بعد ما يضغط عليك ضغط عالي تعمل ايه. حتى الكور الطويله، الكور الطويله معموله بدراسه، يعني معموله متجهز لها، مش اللي هو انا ضغط عليا ضغط عالي فانا بعمل كور طويله. فدي نقطه مهمه جدا انا برضو شايف ان هي من الفوائد اللي احنا او الحاجات الكويسه اللي احنا وصلنا لها. هنيجي نتكلم على السوليه وديانج وقفشه. ديانج انا شايف ان ديانج يعني رايح لوقت هيبقى فيه خناقه عليه. وديانج ده لازم يتامن كويس ولازم تبقى مواكب للي جاي، لان ديانج ده اعتقد هيجي له حاجات اعلى من الدوري المصري، وانا شايف ان هو كبروفايل لعيب هو اعلى من الدوري المصري بمراحل. طيب نخليها منطقيه. استاذنك كابتن عادل معلش هنرجع